عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد احمد الحمادي. اهلا بكم سياده العقيد الى هذه الجوله الاخباريه. الامم المتحده والى استوديو رافدين، الامم المتحده ابدت قلقها بتزايد ضربات النظام وحلفائها على ادلب. بدايه، كيف تقيم قدرات المعارضه على صد هجمات النظام؟ كيف تقيم قدرات المعارضة على صد هجمات النظام؟ اين؟ تسمعني؟ اسمعك، الو. نعم، سيادة العقيد، كيف تقيم قدرات المعارضة على صد هجمات النظام التي يقوم بها على إدلب؟ السلام عليكم. بالنسبة لمحافظة إدلب، هي منطقة متسعة، يعني ليست إدلب فقط، بل هناك أرياف حماة الشمالي وحلب الغربي، بالإضافة إلى مناطق من جبل التركمان وجبل الأكراد التابعين إلى محافظة اللاذقية في الشمال الشرقي. بالنسبة لقوات النظام التي تحشد في مناطق متعددة من أرياف اللاذقية، هي تريد أن تقوم بعمليات من ضمن كما حصل في منطقة الجنوب الغربي في اللاذقية في درعا من خلال بعض المصالحات، ولكن كل هذه المحاولات حتى الآن باءت بالفشل. قوات المعارضة جاهزة للتصدي للنظام. هناك قدرات كبيرة لقوات المعارضة، أكثر من 100,000 مقاتل. يعني الجميع اليوم يسأل عن مصير إدلب، لا أحد يسأل عن مصير القوات التي ستهاجم إدلب، ماذا سيحصل لها؟ هم جربوا هذا منذ بداية التدخل الروسي في منطقة حماة وقد في الغاب ومنطقة حماة، وقد خسروا قوام لواء مدرع في تلك المنطقة رغم الدعم المتواصل من الطيران والصواريخ الروسية. إذا هناك ترتيب للبيت الداخلي اليوم في المناطق المحررة، وكذلك هناك استعدادات لأي عمل عسكري قد يكون في هذه المنطقة. نعم، روسيا في وقت سابق، سيادة العقيد، روسيا في وقت سابق نفت نية لها بشن الهجوم على إدلب، تطرقت في نفس الوقت إلى وجود جماعات وصفتها بالإرهابية هناك. إلى أي مدى يمكن الوثوق بموسكو للحفاظ على منطقة خفض التصعيد الأخيرة أمام الحليف التركي؟ منطقة خفض التصعيد، المنطقة المحررة في إدلب، هناك تدخل عسكري تركي، هناك نشر ل 12 نقطة، هناك اجتماعات متتالية ستحصل بعد أستانا، حيث تم تجديد هذه المهلة، يعني أو منطقة خفض التصعيد تم تجديد 6 أشهر لأنها تنتهي في 19/9. طب هذه الاتفاقيات محكومة زمنيا ومحكومة مكانيا، 6 أشهر على أن يتم ترتيب البيت الداخلي في هذه المنطقة. طبعا المقصود به كما ذهب إليه الكسندر لافرينتييف عندما قال بأنه لا يوجد هناك أي عمل عسكري كبير أو شامل على المنطقة المحررة أو على إدلب، ولكن على المعارضة المعتدلة أن تتعاون مع تركيا من أجل استئصال أو الانتهاء من هذه المشكلة، وهو يقصد هيئة تحرير الشام وبعض الفصائل التي تعتبرها روسيا بأنها منظمات إرهابية. لذلك هناك اليوم عمل جاد في هذه المنطقة، تم تشكيل الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم أكثر من 20,000 من أكثر من 20 فصيل وأكثر من 100,000 من المقاتلين، وهم يقومون بالتحصين على هذه المنطقة. فإن أرادت روسيا وهذا النظام التقدم عسكريا فستواجه بمقاومة عنيفة قد تنسيها السبب التي أتت من أجله إلى هذه. هل يعول على هذه القوات فعلا في إيقاف التحرك الروسي وتحرك النظام تجاه إدلب؟ نعم، هل من الممكن التعويل فعلا على هذه القوات الموجودة في إدلب، إيقاف منع التحرك الروسي وتحرك النظام باتجاه إدلب؟ هل هي قادرة على المواجهة؟ هم قادرون إن شاء الله. هذه المنطقة التي حررت بجهود هؤلاء الفصائل عندما كان النظام يملك القدرات الكبيرة في منطقة
في إدلب وفي المناطق متعددة، يعني كان هناك معسكر وادي الضيف، هناك مطار أبو الظهور، هناك القرميد، هناك يعني معسكرات قوية جدا استطاعوا أن يحرروا هذه المنطقة من قوات النظام رغم الدعم الجوي المتواصل. الآن لا أحد يريد القتال، هم يريدون المحافظة على أهاليهم، يعني هذه المنطقة 3.5 مليون إلى 4 مليون وهم من أشد المعارضين لنظام الأسد الذين تم تهجيرهم من كل مناطق سوريا، من حمص، من حماة، من درعا، من دمشق، من مناطق أخرى، من دير الزور، تم تهجيرهم إلى هذه المنطقة ولم يبقى أمامهم إلا الدفاع، يعني هم لم يبقى أمامهم لأن لا توجد هناك أي منطقة. تركيا موجودة في هذه المنطقة ستتأثر بشكل كبير كون تملك 120 كيلو متر من الحدود مع هذه المنطقة، وهؤلاء الذين سيواجهون السكان المدنيين الذين سيواجهون بحرب ضدهم من الطائرات ومن الصواريخ، وهذا متوقع عندما تكون حرب، إلى أين سيذهبون؟ لا يوجد مكان آخر يمكن الذهاب به، لذلك تركيا موجودة بنقاطها نقاط الفصل، نقاط المراقبة في هذه المنطقة، وهناك اجتماع في 7/9 بين روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا من أجل هذا الموضوع تقريبا. نعم سيادة العقيد، بالانتقال إلى نقطة ثانية إلى شرقي سوريا، وفد أمريكي زار الرقة بعدما قام وفد من ميليشيا سوريا الديمقراطية بزيارة دمشق، وأيضا النظام زار الطبقة، يعني ما الذي تريده أمريكا من هذه التحركات وماذا يطبخ تحت الطاولة برأيك؟ المناطق شرق الفرات، المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف وعلى رأس الولايات المتحدة، هذه القوات وظيفية، هي ذهبت لمفاوضة النظام حيث ذهب وفد بقيادة إلهام أحمد إلى دمشق من أجل عودة يعني الحياة في العلاقات التي لم تنقطع يوما ما مع هذا النظام. وطبعا ذهبوا بعد استشارة المبعوث الأمريكي في المنطقة ماكفورن اسمه يعني. أما ما يتم طبخه اليوم، القوات السورية الديمقراطية التي رأت من الولايات المتحدة موقفا غير جادا بالنسبة لمنبج، بالنسبة لعفرين، لذلك أرادوا نسج بعض الخيوط من جديد مع هذا النظام ومع الروس، فهم اليوم يتوددون للنظام، تارة يقولون إننا على استعداد لمشاركتكم في قتال المتطرفين في إدلب، تارة يقولون بأننا على استعداد لمبادلة ومفاوضة تنظيم داعش من أجل إطلاق سراح المختطفين من السويداء ومستعدين لقتال تنظيم داعش في تلك المنطقة، هم يريدون التودد إلى الروس وإلى النظام خوفا من التبدل يعني في التحالفات التي يقومون بها. لذلك يعني السفير الأمريكي عندما ذهب ليفاوض هؤلاء من أجل كل هذه الأمور التي يتحركون بها. نعم العقيد أحمد الحمادي الخبير العسكري السوري كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.